البحر، وهذه هي السفن، وهذه هي الريح المسخرة، إنها قدرة الله العظيمة الذي يقول للشيء كن فيكون. وبحمده، هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام. حتى لا ننسى ما فعله نبي الله سليمان في الحكم في الطفل بين المرأتين، ونرى عدله وحكمته وقضاءه بالحق. أعاد سليمان الحق لأصحابه والطفل إلى أمه. حتى لا ننسى ما فعله سليمان الحكيم عليه السلام. ولدي، ولدي حبيبي، عدت إلي، عدت إلى حضن أمك، ولدي، ولدي الحبيب. وحتى لا ننسى معجزات نبي الله سليمان، ألا وهي حديثه مع الطير وعلمه بنطقها، فهو آية من آيات الله في أرضه. وتفرغ سليمان للبناء، وانطلقت شياطين الجن تحفر الآبار وتقطع الحجارة من الجبال، وأصبح الناس في عمل دؤوب ونشاط. واخضرت الصحراء وأزهرت وتجملت حياة بني إسرائيل. ولقد اهتم سليمان بجيشه وتسليحه، وأمده بالدروع وبالصافنات الجياد،
صافنات الجياد، يعني التي وقفت من الدواب على ثلاث قوائم. لقد ابتلى الله عز وجل نبيه سليمان حتى يعرف أن الله هو القوي المدبر لكل أمر. فلقد مر سليمان بهذه المحنة ليعلم الجميع أن الله هو الذي يملك كل شيء. فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. بعدها رجع سليمان لملكه أقوى بعد أن استغفر وحمد وشكر. فلقد وصل إيمان سليمان لحق اليقين.